فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تعلمون الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد الله سبحانه وتعالى بزيه مدر سوّتشن بتلايو هنيتا وچ اندن مفتنا اتشيتا وقنا بيان دان هنيتا لي سوّتشن مفتنا وباتشو فتنا وچ يتلايو كرت وچناك ألم وچن وراتشوها بتلايو دقمو كاملك تنيو عليه الصلاة والسلام ببزوم انقروا يتزقبوا اندت رقاقتوا بستمج الرشا فتناوتش بزالو ينكم يا ملاك تو حديث وش مكاكل ملكتن ياتشن عليه الصلاة والسلام مسلم بزقبوتنا عبد الله بن عمرو بمياسترى للفوت حديث لاي كاني بفيت أونتن أوكو اندي أسترى اللف يمياك أونم مدفونا قرل سووتش أساوكو اندي أسترى انك قديتها يا ذر رقبة النبي الله اللا كان كالو بحالا وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها يهي أنت هزب مسلم يهي أنت سبسب كفتناوش نزع يمي هنا يمجمّر كفل اندي هنا الله درقو اللال وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها يهزب مسلمون يمجرشون كفل دقمو فتناوشنا لأن أنت أديسي هونو أدنا غاري نقروش يقض متلال فتناوش كتات تلالو فيرقق بعضها بعضا عند فتنا للاون تنش اندي هنا يدرقو أهون كبار يا مسلم فتنا كسو يا باسه فتنا ستك يهركك الله النبر ندنل يا درغال عندما نفنا بندي هينت ملكو فتناوچ يمطو يتفررقو عندو ليلاون يتكا يالفال مؤمن بزي هينت هنيتا لاي كله يمياشقنقو يدينو گداي نو يي فتنا ياطفاني هون يا لاي چنقال يتطببالال كزيان بمقتل فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر كأسات نسعى عندي هون جنة ما الله عندي أسكبه يميفلقي هون أسو موت ودسو با الله يأمننا ومترشوك أن يأمن هون دي مات آيادرك يزاقات مالثنا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ودسو وچم يميك أربو تكبر وإم سو وچم يميستنا قدبت مستقابرو سو وچ السن بميستنا قدبت ملكو عندي هون يادرك مالت سو وچ السن عندي أستنا قدو بميو دبت ملكو يهون لراسه متطلعون سوچ لا يتفصم مالتهم اندي هينت ملكام بحريات الملابس بالله فقط باونتهو منجد لي لمرغاتنا لمصنات اندمياغز يمياساي غلصان كزي انصار ملكتهو عليه الصلاه والسلامنا صحابوت كزيان بحال يتفكوت اوقي اسلام نقاونت برسول الله عليه وعلى اله وسلم فلق لاي مسلموت مصنات اندالباچو بياغطاميو يناغرو نبر ينن ادرا سيسترلف ولالف سنه سيبال بزيه لي يا ملكتنيو عليه الصلاه والسلام تقل فلق الله سبحانه وتعالى بساتشو لي يا وردو يا اسلام مغلطا نو اندي هي جديتا ياله هنا بيسروت ملكام اجر يمياسكني لمالك بتش ايدلم ملكتنيو عليه الصلاه والسلام يدنغغواچون نغروچ كله اساتشو بدنغغوت ملكو عقيدام يهن تكبرايم نغر يهن كزيم وچ ياله نغر كله يانن يساتشون አፈጻጸም ጠብቆ መፈጸም ግዴታ ነው ይህ ምርጫ ያለው ጉዳይ አይደለም በዚህ ርዕስ ላይ የሚነሳ ወዝግብ ሚዛን ላይ ሊሰቀል የሚችል አይደለም ትክክለኛውን የመልእክተኛውን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተምሮት ከዛ በኋላ የተተኩትን ምርጥ ትውልዶችንም አስተምሮትና አደራ የዑለሞችና የሰሐቦች ንግግሮች በሚቀጣጥል ታያጅ በሆነ ሰነድ የሚያስተላልፉ መጽሐፍት ላይ ቢመለከት ነገሩ የወዝግብ ርዕስ ሊሆን እንደማይችል ያውቃል በዚህ ርስ ላይ የሚነሳ ውዝግብ የሚወገዝ ነው ምርጫ የለንምና ከሁሉ በላይ አንድ ሰው የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ በመከተሉ ከሚያገኛቸው ታላላቅ ፍሬዎች አንዱ ከፈተናው ተጠብቆ የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሽልማት ወይም ጀነትን መውረስ መቻሉ ነው ከዚህ ውጪ ለማማራጭ የለምና መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተለያዩ መንገዶች እንደተዘገበው ይህ ህዝብ ሙስሊም ለ73 ይከፈላል ካሉ በኋላ ሁሉም የእሳት ናቸው አሉ የእሳት ናቸው የሚባለው በግለሰብ ደረጃ ሁሉም በነፍስ ወከፍ የእሳት እንደሆነኛ በርግጠኝነት እንድንናገር ሳይሆን ይህ ተግባራቸው ለእሳት የሚያበቃ ነው ምናልባት ሌላ ይሄንን የሚያሸንፍ ምክንያት አላህ ካላደረገላቸው ወይ ይቅር ካላላቸው በስተቀር ማለት ነው ካንዱ በስተቀር አሉ ካንዱ አቡድን እናማናቸው ሲባል እኔና የኔ ሰሐቦች ያለንበት መንገድ ነው አሉ ስለዚህ ከፈተና ከእሳት ከቀጣት ለመውጣት አይነተኛ መንገድ ነው ልክ እንደዚሁ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
في حديث العرباض النسارية بمجرشاو زمن فتناوش اندمي بزو كتناقروا بها يساتشون انا يكن تكتاو تشاتشون ويمدمو خليفاو تشاتشون اندن كتل عززو اندزيهم تركتكم على مثل البيضاء وفي لفظ على المحجة البيضاء قلص بهنا فانتبو بالا ميدالاي من قد لا تتشاتشوها اللون ليلها كنهارها قلص كمهنو اي ثنسا يزيه من قد لليتو اندك انو يبرانو تقل ما يلي اللبت اندمانتنا لا يزيغ عنها بعد إلا هالك كزيه كتتنيا وقلص كونو من قد كاني بوهالا يميت أمك على يميت أفانجيري لا يهون المال سلزي كتفات لما تبك أين تنيا ومكنيات يرسول صلى الله عليه وسلم سنة مكتل يرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلق مكتل كم ياس كتلاتشو ملكا فريوش مكاكل أندو مسلموش انداي لا ييو بلوم انداي بات أباتو مادرقون يهم يهون أبات مكيات يساتشو فلق ويم سنة تكاراني يهونو سووش ودا الله لمك أرب يا ميامت أوتشو أداد ديس فتقرا أوتش بتلايو من رجاوش لاي كا عند النت اندم يقدو سووشنم اندم لا يونا لا مبتات المكنيات اندم يهونو مقلزونو يهدق مو بزيه ببيد علي بتشاي تاك قدس ايهون ما اندن يوم كمالك تنيوش تكلن يو فانا يميوت آهز ببادتك علي لزيه اندم يدرك يمياسا يوم من رجاوش لاي كالنسو مكاكل الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به لا إنيا نصارى هنن كانوا تسووش قال كده لن يازن قال أبو هلا النسو كتقلسة صبت نقر يتوسنون تو لبلو حظا مما ذكروا به يعني قصطا يتوسنون أهل يتوت مفسا من مقبوا النقر قشا الشادر قودوا هلال بزيه تنسى وطئتوا من اندهنا الله سبحانه وتعالى سنقرا فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بمكاكلات شو تألات النتن إنما تألات نندزه ولتو يمي لا ينقرش ناتشو يتتألالو سووش يقد تألات لا يهونو يشلالو دين كزيها الفو كما تألات هالفو ولا تألات نتي مشاقر أينات ليونت الله سبحانه وتعالى بمكاكلات شو إن دا سفنا نقرا إلى يوم القيامة إسكا قيامك أندرسنا ميلا سلزي بمسلمة مكاكل يالو على مقباباتوشن لما رك أين تنيو مفتهي يملك تنيون عليه الصلاة والسلام فلق مكة تنو يهب تكلسي النقر كله مسمى مبتي جلال قنو أنه قم نقرو تكبر لي موالونو وزقب سنسا مفتات يالتشالك هنا أين تنيو مفتهي وزقبو كمن نساتو بفيت ونبرو يعندنا تقوى من ملس أيضا فما هنو بدعة لزيه ميابك أين تنيو تنك كمو هنو يتنسا ملك تنيو عليه الصلاة والسلام بتلايو أقات أميوش يهن نقر صحابوش انديركو أدراي الواتشو نبر بزيهم رقد صحابوتهن مكر تقبلوا تكبروا يدركوا لم يقتلوا تولدوا تشتل الفوال ملتنيو عليه الصلاة والسلام يهنن خطبات يدركوا راسو يدقاقموا اندنبرا يمياسا يوم الرقاو تشالو كما في صحيح مسلم من حديث جابر ملتنيو عليه الصلاة والسلام خطبات يدركوا انديها يدركوا نبر انديها يدركوا نبر بلو كذبوا هلا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ينبر ملكام نقر يا الله نقرنا ومن أحسن من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا سوتش عند أرآية لكتلوث كم يقبو من قروت شو اللي تشالو دمو الملك تنيو عليه الصلاة والسلام من قدنا فلقنا كان قروت شو اللي مدفو يبال دمو أداد ديس نقروت نتشوال الملك تنيو يمياس أنك قوت أداد ديس نقر كادنقر بتقران يملكو سوتش ودى الله قدتا لمك أراب يمي فقروت عملك ويزاتي اللون أداد ديس نقر الملك تنيو عليه الصلاة والسلام يعو قزوتهنو علمات مزيلي تقريبا تسمم توال كلهم أدس نجر بدعة يميبالو تأمثنا والو ملك تنيو عليه الصلاة والسلام الساتشو بنديه أين ملكه منهم للنساء للشرارة في بمايشل ألتك على إن أكاثك أنا يتنقروت ما نمسو لقد وايشل اندزيه ملك تنيو عليه الصلاة والسلام بزيه بنيا قدايات شلي يلي لو نجر يمتع أدس نجر يتأمر سراو تمن لاشنو ندالو بثك لن يحديث رقاق طوال حديث عائشة في الصحيحين كزيه موت ملك تنيو صحابوش اللي سنبتو بنبربت هنيتا العرباض بن ساريه عندما يستلفوت تلق مكر سيمكراتهم هنا النجر انستوا نبر يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا ملتني عليه الصلاة والسلام أينوت يا نبلة لبوت يراد اللتن يتشبر بت مكر كمكر بهالا صحابوش إيه مسنا بشان الجري مسلنا استجمر لنا مكرونا بزيه تلك مكر لا ملتنيو عليه الصلاة والسلام أدرى قال واتشوا نتقول مهكل عنده سنة نتبقوا ميازنا يا سنة تقراني هنون بدعا ما تنككنا إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث كان يبو هلا
አላህ እድሜ ሰጥቶት የቆየ ሰው በሰዎች መካከል ልዩነትን አለመግባባትን ይመለከታል። ይህ በሽታው ነው። መድኃኒቱ ምንድን ነው? قال فعليكم بسنتي የኔን ሱና ፈለግ አጥብቃችሁ ያዙ وسنه الخلفاء الراشدين المهديين ከኔ በኋላ ቅንና የተመሩ የሆኑ ተተኪዎችንም ሱና ወይም ፈለግ አጥብቃችሁ ያዙ وعضوا عليها بالنواجذ በመጨረሻው ማኛኪያ ጥርሳችሁ አጥብቃችሁ ያዙ አሉ። ከዚያም የሱና ተቃራኒ የሆነውን ቢድዓ ሳይነሱ አላለፈው። وإياكم وحثات الأمور አዲስ የሚባሉ አዳዲስ በዲን ላይ የሚጨመሩ ነገሮችን አደራችሁን ተጠንቀቁ አሉ። ምክንያቱም ማንኛውም አዲስ ነገር ቢድዓ ነውና፣ አንዳንድ ዘገባዎች ላይ ማንኛውም ቢድዓ ጥመት ነው፣ ሌላ ዘገባ ላይ ደግሞ ማንኛውም ቢድዓ ወይም ማንኛውም ጥመት የእሳት ነው ብለዋል። የእሳት መንገድ ነው ወይም ለዚህ ሰበብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነገሩ እንዲሁ አንዳንዶች እንደሚያደርጉት አቃለን የምንመለከተው አይደለም። እንደ ተራ የፊቅ ርዕሶች በዑለማዎች መካከል እንደሚኖሩ የኢጅቲሃድ ወይም የአመለካከት ልዩነትን በሚያስተናግድ መልኩ የሚዘገቡ የውዝግብ ርዕሶችም አይደለም። ነገሩ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ከምናስበው በላይ ብዙ አደጋዎችን ይዞ ሊመጣ የሚችል ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ይህ አደጋ አንድነታችንም ይፈረካክሳል። በውስጡ እኛ ሳናስበው ወደ ሌሎች ጥመቶችን ሊያምራን ይችላል። ስለዚህ እውነት ከደረሰው በኋላ አንድ ሰው እውነትን መቀበል እንጂ በእልህ መንፈስ ተቃራኒ አቋም መያዝ ተገቢ አይደለም። ነገሩ የእልህ አይደለም። እልህ በአኺራ አላህ ዘንድ የሚያዋጣ አይደለም። ይህ ሲሆን ግን ነገሮችን ዑለማዎች በተመለከቱበት ሚዛናዊ በሆነ እይታ አይተን የዚህ ህዝበ ሙስሊም የመጀመሪያዎቹ ትውልዶች የነበሩበትን ሁኔታ እንድንከተል እንጂ ያለ አግባብ ያለ እውቀት ቢድዓ ለሆነውን ቢድዓ ወይም በተቃራኒው ደግሞ ቢድዓ የሆነውን አይ ችግር የሌለው መልካም ተግባር ነው እንድንል ምንም አይነት መድረክ ሊኖር አይገባም። ፍትህኝነት፣ መካከለኝነት አደጋ ውስጥ እንዳንገባ ይታደገናል። ግን የፍትህኝነትና የመካከለኝነት መገለጫ የመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስተምሮት ነው። እውነተኛ መካከለኛ፣ እውነተኛ ፍትህኛ እሳቸውና ከእሳቸው በኋላ የተተኩት በአላህ ቁርአንና በመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንደበት የተወደሱት ሰሓቦች መንገድ ብቻ መሆኑን አውቀን የመልእክተኛውን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና አጥብቀን መያዝ ያንን የሚጻረርን ነገር ሁሉ እርግፍ አድርገን መተው ግዴታችን ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁላችንንም በመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መንገድ ላይ ኖረው የሚሞቱ ያድርገን። አስአሉላህ ዐዘ ወጀል አን ይወፊቀና ሊኩሊ ኸይሪን ወአን ይወፊቀና ሊትባዕ ሱነቲ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወዓላ አሊሂ ወሰለም ወአን يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله علينا ملتبسا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. الله سبحانه وتعالى بندها إنت يجوم عكا በመልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ ሰለዋት ማውረድን ደንግጎልናል። ያን ደግሞ ሁላችንም በእያለንበት በየቤታችን በተመቸን ሁኔታ እንደ ሌሎች አጅር እንደሚፈለግባቸው የዚክር አይነቶች ማድረግ ይደነገግልናል። የግድ በአንድ ድምፅ ሁሉም ሰለዋት ለማውረድ መጠባበቁ ከሱና የሚመደብ አይደለም። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሌላ ላይ አንድ ሰለዋትን ያወረደ ሰው አላህ 10 ሰለዋት ያወርድበታል ብለዋል። መን ሰለ ዓለይ ሰላትን ሰለላሁ ዓለይሂ ቢሃ 10 ብለዋል። اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة.